السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الكرام، سنة أولى متوسط. اليوم إن شاء الله راح نديروا مراجعة خفيفة ظريفة في الفصل الثاني. واش قرينا؟ الدروس اللي قريناهم راح نديروا لهم مراجعة. أوكي سو نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ، إلى أنت مشترك أو متفرج جديد، أدعوك إلى زيارة القناة والاشتراك وتفعيل الجرس باش كل حاجة جديدة إن شاء الله نديرها توصلك. أوكي سو task 1 I choose the right answer. I choose يعني أخير، راح نختار. I choose أختار. أوكي باش كتجيك في فرض ولا اختبار تفهم واش تحط، ولا تفهم سؤال قالك نصف السؤال نصف الإجابة. أوكي so I choose the right answer. أحمد live or lives on ولا in Algeria. ها احمد، عندي احمد هنا، هو اوكي هنا تسمى احمد، راه نقولوا له هي هو، اذا نخيروا ليفز. علاش نخيروا ليفز؟ لانه احمد. لو كان جاتنا مثلا اي راح نخير ليف. اوكي كي تعود عندك احمد ولا امال ولا علي ولا اي اسم تاع شخص، ولا عندك شي هي شي هي ات، راح تخير الفيرب اللي فيه اس. اوكي لانه قلنا مع شي هي ات الفيرب نزيدوا له اس، كلير. سو هنا راح نخير هذه ليفز. اوكي اي تشوز، هندير هك ليفز ولا ندير هك، يعني هذه غلطه ونخلي ليفز. اوكي سو اون ان اون ان، هذه حروف الجر. اوكي راني درت عليها درس، دوك نخلي لكم الدرس في اسفل الفيديو، روحوا شوفوا الدرس كيفاش وقتاش ديروا ان وقتاش ديروا اون ولا ات. اوكي سو هنا راح تجي ان الجيريا، ان الجيريا. اوكي راح نخير ان، كلير. سو شي داز دو هير هوم ورك. شي قبل ما تخير شوف واش عندك. شي قلنا شي تجي معها داز. اوكي فيرب فعله، داز دو تجي مع اي ذي وي. اوكي اي ذي وي ويو. اوكي يو دو. سو شي هي ات ديرو داز. اوكي لو كان عندنا في بلاصه شي هذه احمد ولا امال ولا كيف كيف نخير داز. اوكي سو هنا راح نخير داز. اي از ام ا بيبل. اي هذا فيرب تو بي مصرف في البريزنت سيمبل. اوكي عندي تو بي مصرف في البريزنت. اوكي سو اي ام، ما نقولش اي از ما كاينش منها. اوكي راح نقول اي ام. اوكي نشطب على از ونخلي ام. اي ام كلير. سو هي جو جوز تو سكول. هي هو. اوكي هو راح قلنا مع هي نديرو جوز ما نديروش جو كيما داز. شي هي ات داز، شي هي ات جوز. اوكي لو كان هنا عندي في بلاصه هي احمد ولا امال راح ندير جوز. اوكي كلير. اوكي راح نخير جوز. سو امال هاز لانش. امال راها تتغدى. اوكي او تغدت. اوكي سو واش راح نقولوا؟ امال هاف ولا امال هاز؟ ها قلنا امال ولا شي هي ات مع هاز. اوكي هاز نوت هاف، هاف تجي مع اي يو ذي وي. اوكي كلير. سو راح نخير هاز برك لانش ات اون هالف باست 12 بي ام. واش راح ندير؟ ندير اون؟ لا ما نديرش اون، ندير ات وقت نحط له ات. اوكي كي ظهر عندي وقت نحط له ات ما نحطلوش اون. اوكي راح نحط ات. راني قلت لكم راني حطيت فيديو تاع ات اون ان، راه فيه نسبه مشاهده قليله 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 قليله، والله العظيم درس روعه روعه روعه، تفهموا ان اون وات بشكل مميز. راح نخليه لكم في اسفل الصندوق الوصف، تلقاو الرابط نتاع الفيديو، كليكي على الرابط يجيك الفيديو وتفرجوا. اوكي سو كريم وشز اور وش his face. ها عندي كريم هنا، عندي كريم. سو كريم مجبعة هذوك تاع شي هي ات. اوكي باش تفهم كي ظل عندك كريم خير الفعل اللي فيه الاس برك. ها washes راح نخير washes ما نخيرش wash. قلنا wash لو كان جت عندي اي هنا اي راح ندير wash، لو كان جت عندي يو راح ندير wash. اوكي سو هنا راح نخير wash ونحذف هذه برك. his face راه غسل وجهه.
يو واتش واش واتشز تي في ان ات ميدنايت. ها راح نقولوا يو واتشز ما كانش منها، قلنا واتشز اللي فيها الاس دي مع شي هي ات ولا امال كريم. كيظل عندي اسم، كيظل عندي اسم مكتوب راح نخير الحاجه اللي فيها الاس. ها هاز فيها اس، ما نديرش هاب ندير هاز جوز داز. اوكي درت لك هذا التمارين باش تفهم تاع شي هي ات وقتاش نخيروا الفيرب المناسب مع شي هي ات ولا مع الاسم. كيظل عندي اسم جمله تبدا باسم، اسم انسان طبعا. اوكي راح ندير نخير الاس. ودرك في تمارين وحده اخرى راهو هنا راح نقول لك وقتاش دير اس مع كيظل مثلا سكول ولا ولا دور باب مع الات. قلنا ات ات هذه باش تفهمها وش هي الات هذه. الات هذه تعود على الشيء الجامد اللي ما يتحركش، مشي الانسان. ات هذه ما تعودش على الانسان، مثلا عمار نقول له ات، لا عمار نقول له هي، وامال نقول لها شي. اوكي عمار نقول له هي وامال نقول لها شي، ما نمشيش نقول ايت هو عمار ولا امال هي ايت. لا ايت هنا تعود على شيء الجامد، مثلا عندي سكول مدرسه نقولها ايت، عندي لسن الدروس درس نقول له ايت. اوكي راكم فاهمين. مثلا ماي بروجرام، ماي بروجرام البروجرام كيفاش بالعربيه يا ربي، البرنامج بروغرام بروغرام هنا نقولو ات. مثلا ماي بروغرام ستارت راح نقولو ستارتس، ها زدت الاس. اوكي ماي بروغرام ستارتس ما نقولش ستارت. اوكي لانه بروغرام ات، هاك فهمت. اوكي سو قلنا هنا يو ندير واتش نشطب واتشز، لانه واتشز قلنا تجي مع كريم هي ات. اوكي لازم تتمكنوا من هذا الموضوع، وهذه ثاني في تصريف الافعال باش تفيق لتصريف الافعال، وقتاش دير الاو اس ولا الاس، وقتاش دير وقتاش تخلي الفيرب وحده كيما راه. اوكي هنا علاش درت او اس في الواتش، لانها هنايا سي اتش، كي ظهر عندك سي اتش ولا الاس اتش ولا الاو في اخر الفعل زيد الاو اس. اوكي راني حطيته لكم الدرس هذا في درس تاع البريزنت سيمبل، هو ثاني حوسوا عليه في الماي شانل دوك تلقوه في القناه نتاعي دوك تلقوه. اوكي سو كملوا مع بعضنا هنا. اي جيف ذا نيجاتيف فورم، نيجاتيف فورم كيفاش نيجاتيف فورم هذه كتلقيها في فرض بالاختبار، واش راح دير تقعد رابط ايديك؟ لا لازم تتعلمها معايا. اوكي نيجاتيف فورم يعني الشكل المنفي، راح نجيب الشكل المنفي، جمله منفيه، جمله منفيه. اوكي راني حطيت الدرس تاع الدرس شرح الدرس النفي. اوكي سو عندي اي ام او بيبل، I am a pupil أنا تلميذ، راح نقول أنا لست تلميذ، راح نقول I am not a pupil. أوكي عندي قاعدة مع to be، كيظل عندي to be I am, you is, she is, he is, it is, they are, we are. نجي بعد to be كما am هنا نحط not برك ما ندير والو، نجي لهنا في النص ما بين قدام الام باش ما تغلطش I am وتحط النط نتاعك. اوكي كليير راني حاطيت الدرس كيف كيف عليه، روح شوف الدرس باش ما نطولش عليك الفيديو. شي داز هير هوم وورك، شي داز هير هوم وورك كيفاش راح نلفوها درك هذه. سو نحط السبجكت نتاعي شي عندي الفيرب هو داز، ها هير هوم وورك كيفاش راح نفيها انا، وانا قلت في الجمل المنفيه نزيد دو، نزيد الدو مع مع الجمله كيظلي فيها فعل، هنايا الفعل هو داز. اوكي سو راح نقول شي داز انت، شي دازنت يعني داز نوت، شي دازنت دو هذه ترجع دو. اوكي هذه تتنحى منها الاس، شوف مليح هذه نحينا منها الاس، علاش؟ لانها في الجمله المنفيه في الفعل تتنحى الاو اس يرجع كيما راه، ما تشوفش انت هذه دازنت، هذه راهي جت، هذه رندتها انا لاني لازمني فعل مساعد، فعل مساعد. اوكي هي شويه تتخلط عليكم، شوف دوك نفهمها لكم.
نفهم هذه هنا في صفحة أخرى باش تفهمها مليح. مثلا راح نقول I do my homework، هاي قد درت هاك مع I الساعة I do my homework. كي نجي ننفي هذه الجملة راح ندير نفي، واش راح نقول I don't I do not do my homework. واش زدت هنا؟ زدت do not، هذه تاع النفي ما عندها مدخلها بالدو هذه، اوكي هذه تاع النفي I do not. لازمني قلنا اصلا انا في الجمله الفعليه، جمله فعليه كي ظلي فيها فعل، فعل كيما work كيما play، اوكي لازم فعل do هذا نزيد لها not تولي do not. اوكي راح نحطها قدام subject، برك تحطها قدام subject وتكمل الجمله تاعك بالصح. وقتاش تكمل الجمله تاعك هنا مع I، مع I و they و you، الفعل يقعد كيما راه، ها يقعد كيما راه اوكي بالصح. كيما قلنا she does her homework. انا دوكا راح ننفي هذه الجمله، كيفاش راح ننفيها؟ عندي شي تقعد شي، اوكي لازمني هذه الاداه، شوف مع I you وي وذي دير دو نوت بالصح مع شي وهي وإت، هذو في ثلاثة راح ندير داز نوت. هذه يحفظها مع شي، اكتبها في الكونش تاعك باش ما تتخلطش هنا. شي هي إت ندير داز نوت في النفي، مع شي هي إت ندير داز نوت. شي هي إت ولا كيظلي عندي اسم مثلا أمال ولا محمد، اوكي كلير، راح ندير داز نوت بالصح مع الجماعه الاخرين راح ندير دو نوت برك باش ما تخلطش عليك. شوف شي داز هير هير ورك، شي وراها اداه النفي تاع شي، ها هي داز نوت حطها هنا، ما تشوفش هذه اوكي ما تشوفلهاش خلاص هذه اوكي. دوك نشرحها لك، تحط داز نوت هي الاولى، تحط داز نوت بعد هذه داز، نحي لها الاو اس، نحي لها الاو اس ترجع دو. She doesn't do her homework. إن شاء الله باك تكون فهمت. أوكي. مثلاً نقوله she plays football. ها هنحط شي، نجيب هذيك الأداة تاع does not. هاي does not. علاش does not؟ لأني يعني عندي فعل. نحط does not. بلاي هذه ما تقعدش كيما راها، لا نحي لها الاس لانه الاس تاعها راح تلداز. شو كيفاه؟ اها بلاي فوتبول برك، هذا مكان شي دازنت بلاي فوتبول، فهمتوا؟ ما نقدرش نقول شي دازنت بلايز، اوكي ما كاش منها كليه، ما نقدرش القاعده هذه اللي تقول. اوكي نرجعوا دركا للاخر تاعنا المراجعه. اوكي ها فهمتوها درك، هذه كملها دو هير هوم ورك. اوكي هي واش هيز فيس، هي واش هيز فيس، اصلا الجمله هنا هي واش هيز فيس هاي جمله غالطه. اوكي واش كيفاش نصلحها انا الجمله هذه؟ قلنا مع هي شي ات نزيدو او اس تولي هي واش هيز فيس، انا درتها لك بالعاني باش تلقى الخطا. هي ما نقولش هي واش، نقول هي واشز his face. اوكي فور اكزامبل جيب لك الفعل هذا ويقول لك صرفوا لي معاه هي، راح دير washes او اس. اوكي سو هذه الجمله راح نرجعوها جمله منفيه، نحط هي كيما راها، قلنا مع هي وشي ات، قلنا نديروا هذيك الاداه وش هي does not. اوكي does not واش هذه واش جرى لها؟ تتنحى لها الاو اس هذه، اوكي تتحط واش his face. شتو ساهله مهله ما كان حتى شيء. شي ليفز كيف كيف شي، انت اكتب هذو الجمل، اكتب كامل الاخر في وفي الكراس نتاعك وحاول تحل، بعد ارجع شوف الحل. اوكي شي نجي ليفز، عندي ليفز نروح نجيبو هذيك الاداه داز نوت، كنحب نختصرها داز نوت هذه، واش راح ندير؟ راح ندير
نلصق الان مع الاس وندير ابوستروفي هذيك الشلطه وندير تي. اوكي هذا اختصار تاع داز نوت. داز نوت ليف نحي الاس. اوكي ان انجلند راني فاهم فيكم على قد المستطاع. اوكي وما يجيش واحد يقول لي الخط مش واضح ولا ما على باليش. كلير اي جو تو ذا سويمينغ بول. اي جو عندي فعل هنا ها هو جو. واش نديرو واش نديرو اي دو نوت. قلنا مع اي نزيدو نوت. اي دو نوت جو تو وتكمل الجمله برك. جو جو تو ذا سويمينغ بول. اوكي امينه فيزيتس هير جراند بارنتس. امينه ها شتي كيف عندي امينه اللي هي شي. اوكي سو واش راح ندير. امينه داز نوت فيزيتس راح تتنحى الاس تولي فيزيت. اوكي هير جراند وتكمل جملتك هير جراند بارنتس. كلير سو يو ار دكتور. يو ار هو دكتور. ها عندي تو بي هنا سو واش قلنا في تو بي. قلنا نحط اليو الار ونجيب ندير نوت قدام الار نوت قدام الام نوت قدام الايز. اوكي الدكتور راني حطيت الدرس نتاع نفي. روحوا شوفوه واستفادوا ونشروا الفيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستفادوا. اوكي سو نجي لهنا نقدم شوي برك الكاميرا. اوكي واش قال لك في السؤال هنا تاسك 3 اي رايت كويستشن فور ذا اندرلاين ووردز ان ذي سنتنسز. ها راح ندير سؤال راح نجي هنا ونكتب السؤال نتاعي على الكلمات اللي مسطره. اوكي اليوم راح نتعلمو كيفاش نجيبو سؤال على الكلمات المسطره. هنا واش قال لك يو ليف ان باتنا. يو ليف ان باتنا راني نعيش في باتنا. باش تقول له وين راك تعيش وين راك عايش واش من بلد راك عايش فيه. اوكي وين راك عايش سو باتنا هنا واش نديرو لها درك. انا درك انت تقعد تخمم وحاط ايدك على ايدو تخمم حتى ينزل لك الوحي. اوكي سو لازم تتعلم كيفاش تجيب سؤال على الكلمات اللي مسطر عليها من تحت. ها كيما هنا عندنا in the morning. هنا عندي أمال gets up at 7 a.m. or 7 o'clock. I do my homework in the evening. ها كيفاش راح نجيب الأسئلة أنا تاع تاع الكلمات. أنا ديجا راني قريت كنت قاري الدرس نتاع هذو على هذا الموضوع. اوكي سو هنا واش راح نقول. راح نقول بيتنا عندي بيتنا يعني مكان. باش نجي نسأل على المكان نقول وير أين أين وير 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 سو وير هذه تتبعها كلمة دو ديما وير معاها دو. أوكي كي نجي نسأل على بلاصة راح نقول وير دو يو ليف وندير علامة الاستفهام تاعي وير دو يو ليف. وير دو يو ليف دو هذه تمشي ديما مع الوير مع الوير مع الوين. اوكي سو هنا شي جوز تو سكول ان ذا ان ذا مورنين. ان ذا مورنين يعني متى. هاي تمشي في العشيه هي في الصباح للمدرسه كل صباح تروح تقرا المدرسه. هنا نقولوا متى متى راكم فاهمين. سو هنا واش راح نديرو وين وين دو دو وين دو. هنا عندي شي عندي شي ما تقولش وين دو قول وين داز. وين داز عندي شي وين داز شي. ها والجاوز هذه تقعد جاوز ولا نديروها جاو. ها هيا قولي خمم شويه وقولي راح تولي جاو. اوكي لي علاش جاو لانها راحت للداز للاو اس هذيك الفعل نتاع هذه الاو اس تتنحى لانها راحت لهنا داز تولي وين داز شي جاو. ما نقدرش نقول وين داز شي جاوز. اوكي وين داز شي جاو تو سكول شي جاو تو سكول. ها
اوكي، وندير علامه الاستفهام تاعي وين متى تروح. هي تروح في المورنين في الصباح. سو امال جيتس اب ات 7 بي ام، ها نضت على 7 تاع الصباح، واش راح نديرو؟ ندير وين ولا وات ولا واش ندير؟ هنا راح ندير وات تايم. غنسال على الوقت، وراني درت لكم الشرح في فيديوهاتي. اوكي، وات تايم داز امال جيتس، تتنحى الاس هذه. اوكي، تولي جيت اب، ونديروا علامه الاستفهام. اوكي، وات تايم داز امال جيت اب، ولا عندنا صيغه اخرى نقولوا at what time does Amel get up. Okay, at what time does Amel get up. ولا نقول what time does Amel get up. Okay, في زوج صحاح. So هنا قلنا at what time does Amel get up. اوكي، get up هنا في الجملة الرابعة. I do my homework in the evening. ها in the evening when do I do. اوكي، when do I do my homework. برك وندير علامة الاستفهام تاعي. هذا مكان نزول التاسك الاخر. هنا عندي it is half past 2 am what time is it. برك what time is it. هذا مكان. اوكي، نروحو للتاسك الاخر. Task 4. I put the verbs in the present simple. راح نصرف لي verb في present simple. برك هنا عندي I wake. هنا فقط قبل ما نبدأ في التاسك نمبر 4 نجيو هنا لهذه at what time. هنا هذه ديروا at what time does Amel get up أحسن من هذه. أوكي، هذه الإجابة احذفوها. كلير، احذف هذه الإجابة. Okay, at what time does Amel get up? At what time? Okay, so نكملو task 4. I put the verbs in the present simple. I wake. تقعد wake. Okay. I get dressed. تقعد get. Okay. Well, verb ما يتصرفش مع I. Clear. And have. تقعد have. Fast at half past على 7:15. At half past 7 I go. تقعد go ما تصرفش. To school. My school start. تقعد start ما تصرفش. Okay. At 8 and finish. تقعد finish ما تصرفش. Finish. كل هي الفينيش راها school. لو كان جت عندي استغفر الله. My school starts. اوكي، نزيد الاس. ماي سكول ستارتس ات 8 اند فينيشز. فينيشز راح نزيد الاو اس هنا مع فينيشز. علاش؟ لانها سكول ات. اوكي، سكول ات. رد بالك مليح. ستارتس اند فينيشز، عفوا فقط على الخطا. ات 5 بي ام ان ذا ايفنين اي دو. تقعد دو. اي دو. اوكي، ماي هوم ورك. ماي فافوريت هوبي. ماي فافوريت هوبي البروجرام المفضل او الهوايه المفضله. الهوايه المفضله از عندي بي هنا، مش تروح تحط لي بي تكتب له بي هك. لا، ها كتب لك بي باش تصرفوا. حدير از. ماي فافوريت هوبي از بلاينغ فوتبول. قال لك الهوايه المفضله نتاعو هي يلعب الكره فوتبول. اوكي، للماتش الكره. سو
ليه مع بعضنا. I read the text again and answer the following question. كل ما يعطيك تكست في فرض أو اختبار وبجاوب على الأسئلة تاعك. For example اللي يقول لك what does Amina want, وش راح تقول له؟ راح تقول له Amina want, حتزيد لها الاس wants لانها الاس هنا في السؤال راحت للداز. اوكي سو امينه وونس وتكمل من التكست وش تحب. كلير سو وات تايم داز علي جيت اب. وات تايم داز علي جيت اب راح تقول له علي جيتس اب. شو كيفاش رجعت في الاجابه بس الاس في السؤال تتلحى جيت اب بصح في السؤال في الاجابه رجعت علي جيت اب ات مثلا في التكست عندنا 6:30 اي ام. برك هذا ما كان باش ما نطولش عليكم فيديو راني طولت عليكم الله غالب راني نشرح لكم. داز شي لايك سبور داز بدا سؤال بداز كي بدا سؤال بداز ولا دو راح تقول له يس تقرا النص وتشوف راح تقول له يس شي داز ولا راح تقول له ناو شي دازنت. اوكي هذه الاجابه برك على الاسئله كيفاش تجاوب في النص. Are you a pupil راح تقول له yes yes ودير فاصل هذه ما تنساهاش yes I am yes I am ولا تقول له no I am not. وكي تقول له no I am not تقول له انت في التكست علاش. اوكي راني نفهم فيك برك فقط كيفاش تجاوب على الاسئله نتاعك في على النص. It is half past 10 is it half past 10 راح تقول له yes it is ولا راح تقول له no ما تنساش الفاصلة no it is not تقول له it is مثلا راها 7 o'clock اوكي 7 a.m. اوكي. When do you do homework when متى when راح تقول له I you هذه تولي I do my homework for example in the evening في الليل in the evening برك. اوكي ان شاء الله تكون المراجعه سهله وما طولتش عليكم الله غالب راني نشرح باش حتى الضعاف هذوك مساكين يفهموا تلاميذ الضعاف يفهموا كيفاش يجاوبوا. المهم نخليكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. فقط الى ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فعلوا الجرس ودعموني كما راني ندعم فيكم والى اللقاء.